تمشي عكس الحلم ومنعيش الأحلام، كلها ظلم بظلم ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب، لكن للأسف أوقات الأيام تمشي عكس الحلم ومنعيش الأحلام، كلها ظلم بظلم ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب، لكن للأسف بموجة غضب الحب بينخطف، العمر اللي انكتب ما اجاك صدف، القلب اللي بتنقيه تحبك تعطيه فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف، فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف. لما القلب يميل لحدا ممنوع ودرب الألف ميل بكل خطوة موجوع، تمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف. لما القلب يميل لحدا ممنوع درب الألف ميل كل خطوة موجوع، تمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف. بموجة غضب الحب بينخطف، العمر اللي انكتب ما اجاك صدف، القلب اللي بتنقيه تحبك فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف، فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف. نترتك امبارح بس تعبت ونعست وانت تأخرت لترجع. كنت مع خيك ربيع، كان عايزني شوي ما قدرت اقول له لا. بشو كان عايزك؟ عادي ما في شيء، هلا بخبرك. ليش ما كنت عم تاكلي؟ متضايقة شوي. بدي اعرف من شو؟ من الحبس اللي قاعدين فيه. انا مش جابرك نضل هون مور، بس برأيي حالياً هيدا أفضل حل. أنا مش معودة على الحبس، ما في قدامي غير حيطان. بدك ترجع عند أهلك؟ لا، أنا بدي ضل معك لآخر يوم بحياتي. قعدتنا هون موقتة لك أنت ولدتي، ساعتها لك الحادث حديث. هيدا الولد رح يكون حجة قوية بإيدان خليل حتى ما يطلقني. رح يطلقك وترتاحي منه ونسافر أنا وياك ونعيش لوحدنا. خليل مش رح يتركنا بحالنا. إذا كل يوم بدنا نتذكر خليل ونضل نحكي عنه مش رح نرتاح أبدا. كل يوم وكل ساعة وكل ثانية بحس إنه خليل فايت من الباب. ما تخافي حبيبتي، ما رح يعرف يوصلنا لهون. كل ما أشوف دموعك بحس بالذنب. هالدموع أرحم بكتير من الدموع اللي كانت تنزل مني لما كنت عايشة مع خليل. شو هيدا فادي؟ بس بارك؟ يا مجنون كيف عملت هيك؟ اتفقت مع خيك ونزلت على البيت جبت الباسبور. أنا وظاهر التقيت بخليل وهربت منه. وخيك ساعدني.
وهتكون اتخنقت معه. ما بكذب عليك، ضربنا بعض. خطرت كتير فادي، كان معقول توقع كارثة. أنا كرمالك مستعد خاطر بحياتي. ماشي غادة، أنا رح أجي معك. أنت ما تقولي له أي حداد، هذا واحد واطي عامل عمل تغفل. بس أنا لقيت لك حل لمشكلتك. وشو هيدا الحل سيد لؤي؟ أنت قاعدة بالمزرعة، يعني لا عم تشوفي حدا ولا حدا عم بشوفك. رح أوضح لك كلامي أكتر. يعني بس يخلق الولد رح أعمل له فحص الدي إن إيه. إذا طلع مني تاني يوم بتجوزك. وإذا ما طلع مني يا غادة رح تدفعي ثمن كذبك علي غالي. شو بدك يحكوا علي العالم؟ بطني بلش يكبر، لازم تتجوزني اليوم قبل بكرة. والله هيدا الحل اللي عندي، ما عندي غيره. وأنا تأتجوزك مستحيل قبل ما يخلق الولد. صدقني رح تندم على كل كلمة قلت لي إياها. داليا ما لها علاقة بالموضوع. داليا بحياتها ما رح تتطلع فيك، بحياتها أنت ما رح تعني لها شيء. شو غدا؟ أنت وحدة مجنونة وجاي تكب جنونك علي؟ كم مرة صرت اقول لك داليا ما لها علاقة بالمشكلة اللي بيني وبينك؟ لك هلا ما عم تصدقني. لأني ماني متذكر إنه صاير شيء بيني وبينك. هيدا آخر حكي عندك؟ إيه غدا، هيدا آخر حكي عندي. وصرت سألتيني 200 مرة إذا هيدا آخر كلام عندي، وأنا عم أقول لك إيه. وإذا مش عاجبي روح اشتكي علي. في عندي أخبار إلك رح تفاجئك كتير. عرفت وينهم؟ بخصوص داليا الأشهر. شو بها؟ ما تجوزت بعد عزبة. كيف يعني ما تجوزت؟ يعني العريس تركها بليلة العرس. كمان ما فهمت. بسام الحجار ما اجى على عرسه، تركها لوحدها ناطرة مع العالم. هو تركها وهي اجت فش خلقة فينا. والله يا بيك هيدا اللي صار. مين كان بيتوقع انه داليا الأشهر اللي رافعة من أخيرة للسماء يصير فيها هيك؟ رح أعطيك عنوان بيتها، بدي إياك تراقبها. هلا العنوان صار معك. بدي اياك تروح تشوف شغلك، وما بدي اياك ترجع تفتح تمك بالموضوع قبل ما تجيب لي اخبار حلوه. سامع؟ بامرك يا بيك. لحظه ايمن، لحظه. شو في؟ اخر مره شفتها كانت اخذه اهل نور لحتى يسكنوا بالفيلا تبعها. ذكرت قدامي انها ما بقى عايشه هونيك. والحل؟ ساكنة بمزرعة بالجبل، رح أعطيك العنوان كمان. في أم في إن شاء الله مفكر إنه داليا سألني عنك. كيف بدك اياها تسأل عني بعد الشيء اللي عملته فيها؟ حتى غادة اللي كانت تموت فيك كمان مش سألاني عنك. دخيلك بيكون أحسن. مش بس هيك، صارت عم تروح على جامعتها، وعم تظهر وتروح وتجي، وعم تنام برات البيت كمان، وانت قاعد هون مثل الحمار ما تضيع سكر بسكر. ما قادر انساها، ما قادر شيلها من قلبي. شو بعمل؟ بدك تنسيها، بدك ترجع بسام اللي بعرفه. عم تسمع شو عم بقول؟ ما في انساها، ما في. لكن روح لعندها وحاول تصلح الغلطه اللي عملتها. فكرك اذا رحت لعندها رح تسامحني؟ وليش لا؟
مستحيل حتى ترجع تفكر فيي بعد اللي عملته فيها، بعد ما تركتها تنطر قدام الناس. إذا فعلاً بتحبك بتسامحك. عشت تتأمل بابا، اللي عم بتفكر فيه مستحيل يصير أبداً. لكن انساها، انساها وبلش حياتك من جديد. ما بقى بتشوفك بهالحالة. تفضلي سارة، تفضلي. وين نور؟ نايمة. حتى الماما اليوم نامت بكير. بتعرفي وانا كمان تعبانة شوي وبدي نام. بتحب تتعشى معي؟ مرسي سبقتك. بليز فادي، ما حابة اكل لوحدي. غير مرة سارة، غير مرة. هلا قبل شوي تعشيت وتعبان بدي فوت نام. فيني اسألك من الشاب اللي اجى لعندكم؟ هذا ربيع خيّة لنور. وليه ما اجى أمه وبيا؟ بيا رجال كبير ومريض وأمه ميتة. ما عنده غيره؟ بلا، عنده أخت أصغر منه. حلو الواحد يكون عنده أخوة، ما يكون واحد مثلي أنا. فيكي تعتبريني مثل خيك وفيكي تعتبري نور مثل أختك إذا بتحبي. أكيد. أنت أهلك عايشين؟ أنا عكس نور، الماما عايشة بس البابا ميت. الله يساعد أمك. عشو؟ على ظروف الصعبة اللي عم تمرق فيها. أنا لو كنت محلة أكيد ما رح كون مبسوطة. إذا ابني أخذ مرت خي وخطفها، أكيد ابن التاني عم بيكون جان وعفتش عليهم. سارة، عم بتجرب توصلي لي شي؟ إيه، بدي أوضح لك خطورة وصعوبة الموقف اللي أنت فيه. أنا كرمال نور مستعد أمشي على الموت. عندك شي خي أو أخت غير خليل؟ لا، ما عندي غيره. بس ليش كل هالأسئلة؟ مجرد حشرية مش أكتر. طيب، تصبح على خير. وأنت من أهله. رح ضل كل يوم أبكي وكل ساعة أبكي، بس هون لوحدي بدون ما حدا يشوفني. رح ضل أبكي حتى ينشفوا دموعي ويجي اليوم اللي ما لاقي فيه ولا دم حتنزل عليك. بس عمري ما حبيت حدا مثل ما حبيته لداني. دخل قلبي بسرعة. بس خليل بيعرف انك هون؟ انا ماني مجبورة اخد اذن منه تأجي اشوف حفيدي. بس انت بتعرفي اذا عارف رح يعمل لك مشكلة، ما رح يحب الفكرة ابدا. يحب او ما يحب، انا دايما بدي اجي اشوف لداني. ومرته شو رأيها بالموضوع؟ مرته تركت البيت وفلت، بس طبعا مش انت السبب. لكن يا ست نهله، شو السبب؟ في مشاكل بيناتهم. وقديش قلها ترك البيت؟ من بعد ما رجعتي انت. يعني انا السبب؟ قلت لك انت ما خصك بالموضوع. هيدا الشيء كان لازم يصير من زمان. حبيبي لوين خواجة فواز؟ قالت لي روزي انك ضبيت الشنط، ما قلت لنا انك مسافر. ومين قال لك اني مسافر؟ لكن لوين رايح؟ اشتريت شقة جديدة وناقل عليها. جد؟ ومن وين معك حق الشقة؟ عم بدفع حق التقسيط.
حلو كتير. إيه فإذا نترك مفتيح المعرض هون وروح الله معك. الوحيد يلي بيقدر ياخذ مفتيح المعرض مني هو لؤي، وبتعرفي منيح إنه ما بيعمل هالشي معي. أوكي، مثل ما بدك فواز، بس عمول حسابك اليوم رح آخذ كل سياراتي من المعرض. يا ريت ما تتأخري، يعني جايب سيارات جديدة وبدي أعرضها للبيع. أنت من وين معك مصاري تجيب سيارات جديدة؟ الله رزقني. شو صاير لك فواز؟ شو قصدك من هالشي اللي عم تعمله؟ قصدي إني ما بقى عايزك يا مدام، ولا عايز سياراتك، ولا عايز مصرياتك، ولا عايز بيتك الباري مثلك. خلص أنا صار إلي شغلي الخاص وبيتي كمان. برافو فواز، برافو. هلأ صرت حر يعني؟ إيه صرت حر، وبدي أعيش بكرامتي، وبدي أعيش مثل ما أنا بدي. صدقيني سلوى، إذا بشحد الملح ماني ليش لعندك، ويا ريت خلينا نطلق بدون مشاكل. ماشي. آخر مرة عم بسألك خليل، وينو داني؟ عن شو عم تحكي؟ شو عم بحكي خليل؟ أنا متأكدة إنه داني معك، أنت اللي أخذته. أنت وحدة مجنونة جاي تبليني. روحي شوفي وين ضيعتي ابنك وفتشي عليه. جاي تحمليني لإلي المسؤولية؟ خليل، ما حدا غيرك بيقدر يعملها. أيمن، أيمن، تعكب برا. ما في داعي تعيط له لأيمن، رايحة من هون لعند الشرطة. ما رح انطر كرمال حدا، إذا نطرت نطرت كرمال ست نهلة بس. هلا ما رح انطر كرمال حدا. الله معك وقلبي كمان. وين الولد خليل؟ هلا من كل عقلك صدقتيها لهي المجنونة؟ أنا بعرف إنه الولد معك. شو عرفك إنه معي؟ ليك خليل، فيك تكذب على كل الناس بس علي لا. جماعة شي وصلني على لبنان، يعني محلهم يعملوا عداوة هني وحدا تيخطفولن الولد. أنت شو بدك بالولد؟ ما بدي اياك تأذيه، بدي ترجعه لأمه. ليش؟ لأني حبيته. ما تعطلي عم الولد معي وعايش عيشة مريحة وما ناقص على شي. طب شو بدك تعمل فيه؟ ليش شو أخدته؟ هيك بدي خليه معي شوي، بدي خليها تستوي وترجع تبوس اجري لحتى ترجع. ساعتها بشوف شغله معه. بس نالي ما رح تسكت ورح تخبر الشرطه. قد ما حبتني المره وعملت لي اعتبار، ما رح تسكت اكثر من هيك خليل. خليها تعمل اللي بدها اياه. ما رح يطلع من عمرها شيء لا هي ولا الشرطه. وين كنت؟ ولا كنت عاملة صبحية. صبحية؟ مع مين؟ لحالي بهالطبيعة. معناتها اليوم انت متضايقة كتير. انا بعرفك، ما بتروحي لهونيك غير ما تكوني متضايقة. شو بدي اعمل؟ هيدا حالة الدنيا. والسبب هو بس ها؟ ايه ايه هو السبب. رح تنسيه، انا مأكدة. بعرف انه رح انسيه، بس حالياً أنا بعدني موجوعة. سلامتك من الوجع، يا ريت أنا ولا أنت. شوفي ليه عم تضحكي؟ على أساس أنت ناقصك وجع. هو مش ناقصني، بس بحمل شوي معك.
بتسمع احلاكي انت وعم تضحكي؟ يلا قومي روحي على الجامعة. عم تشحطيني؟ اي عم بشحطك كرمال مصلحتك. يلا قومي روحي على الجامعة، خلصي صفوفك وتعالي نتخطى سوا. شو رح تقول للشرطة هلا؟ ما تخاف علي، انا بعرف خلص حالي. والله طلعت قوية واشتكت عليك. رح دفعها الثمن غالي، وبالآخر رح تعمل اللي أنا بدي إياه. نالي ليش رجعتي؟ بوس ايدك قولي لي داني وين؟ لا انا شو بعرفني وين هو داني؟ لو بعرف ليش بدي اخبي عليكي؟ بس انا متاكده انه خليلي خطفه. خليل لو بده اياه كان بيكون معه من دون ما ياخده. بس هو عامل هيك تيقهرني، انا متاكده. داني معه؟ قولي لي، طمني لي قلبي. يعني بشو بدي احلف لك انه ما بعرف؟ بس بركي حدا هو خاطف الولد غير خليل. بس مين بده يهمل فينا هيك؟ نحن بعد ما بنعرف حدا هون، ما لحقنا ناذي حدا يسد نهلة. ما بعرف، مش قادره اقول لك شيء، مش قادره، ما بعرف. كتر خيرك يا ست نهلة، ما في داعي تقولي لي شيء. يعني ما بتعرف شي عن الولد؟ يا حضرة المحقق، سبق وقلت لك الليلة اللي اختفى فيها الولد أنا كنت بالبيت مع الوالدة، لا فتت ولا ظهرت، أنا ما خطفت حدا. بعدين ليه بدي اختفوا للولد؟ إنه شو مصلحتي من كل هالشي؟ أمه للولد عم بتقول إنك اختفته لأنها رفعت عليك دعوة بخصوص اسم الولد ومصروفه. هذا الحكي مش مزبوط. ليش عم تضحك؟ بشرفك ليش عم تضحك؟ لك خلص لا بسخ الأرض. ايه وتتوسخ. ولا؟ ايه بس خلص. سارة؟ كيف فت الباب مفتوح؟ فوتي فوتي ما انتبهنا لك. أكيد مش رح تنتبهوا لي وأنتوا بهيدي الحالة. أنا ما خصني، قلت له هلأ بنوسخ الأرض ما رد علي. شو بدنا نعمل؟ بدنا نتسلى. قال ماما إذا بدكم نزلوا تغدوا معنا. لا معلش اليوم ما فينا. ليش؟ لأنه اليوم أنا بدي أعمل أكل. ليش؟ خير شو في؟ شو صاير بالدنيا؟ بلا مسخرة فادي، جاي داليا تتغدى معنا. إذا هيك ما بقى فيي أحكي. طيب مثل ما بدكم. نيالة شو بالها فاضي، دنيا خربانة وهي قاعدة عم تلعب. والله كل يوم عم يمرق عم جن أكثر من يوم، كأنه الأرض انشقت وبلعتهم. طول بالك سيد خليل، إلا ما تعرف محلهم. حاسس إنهم قاعدين بشي محل بعيد. بدك تصبر شوي، ما عم محل تاني. رح أصبر حتى أشوف شو آخرة الصبر. مستعد أدفع 1,000,000 دولار
للي بيعرف وين محلنا. حاسس فيك، شغلي منا هين والله. خلينا نروح نتغدى بشي محل ونكفي حديثنا على رواق، لأنه صراحة جعت. والله واللي سامعك كمان. شو سارحة؟ مبسوطة. بنعرف بشو؟ أول مرة بتقولي إنك مبسوطة؟ حابة الله يبعث لي بنت سميها أمل. إيه بيقولوا البنت سر أمها. حلو اسم أمل. إيه هيك بصير عنا أمل بالحياة. شو بك حبيبتي؟ صاير معك شيء؟ لا ما في شيء. من لما رجعتي من عند نور وفادي وانت مش على بعضك شفت شيء ما عجبني. شو شفتي؟ كانوا عم يلعبوا. يلعبوا؟ ايه عم يضربوا بعضهم بالبشار مثل ولاد صغار وعم يتضحكوا. وانت كمان عم تضحكي؟ خوفتيني ماما، افتكرت شفتي شيء لا سمح الله مش منيح. بس مش غريب ماما؟ شو الغريب؟ خليهم ينبسطوا حبيبتي. يعني أنا قصدي أي وحدة محل نور كيف إلها نفس تضحك؟ وليلى حتى ما تضحك، شو ناقصها؟ وحدة هربانة من زوجها مع سلفة وحامل كمان وكل المصايب نازلة فوق راسها، من وين رح يكون إلها نفس تضحك وتلعب؟ حتى الضحكة استكترتي عليها. أنا ما قصدي هيك. شو ما كان قصدك ماما، تركي الجماعة بحاله. لا، فوق كل هيدا عم تعمل عزايم غدا. هي حرة، نحنا ما قلنا معها شيء. كيف ما قلنا معها شيء؟ ناسي إنه قاعد ببيتنا؟ لا مش ناسي ماما، بس إذا الجماعة قاعدين ببيتنا هيدا شيء ما بيعني إنه لازم نتدخل بكل شيء بيعملوه ونتحكم فيهم. فهمتي سارة؟ ايه فهمت. عم تدافع عنها كأنه هي بنتها مش أنا. إذا الشرطة ما قدرت تحاسبك أنا رح حاسبك يا خليل. بيك ترك البيت دب أغراض وفل. وأخيراً عمل يلي براسه. مش أنت بتعرف كنت هالشي؟ ماما اللي بشوفكم كيف كنتوا عايشين مع بعضكم يعرف أنه هذا النهار رح يجي. بس اللي قهرني بيك من وين جيب كل هالمصاري لاشترى البيت والسيارات؟ أخذ كارد من البنك. أنت كنت تعرف كل هالشي وما خبرتني؟ لو بدك تعرفي ماما كان هو خبرك، وأنا ما بحب أتدخل بخصوصيات غيري. على كل حال في راس لي ما أجا معك، اشتقت له كنت حابب أشوفه. راح نصاحبه مجدي. نالي شو عم تعملي هون؟ وين خبيت ابني خليل؟ ابنك؟ ما بعرف وينه. انت واحد كذاب. لكن انتبهي كتير منيح على كلامك وما تخطي حدودك معي. مش بس كذاب وواطئ كمان وجبان. نالي روحي من هون. مش رح روح، مش بس واطئ، انت انسان مثير للشفقة، عشان هيك سحبت مرتك عليك. بدك تعمل خليل تقتلني؟ يلا قتلني شو ناطر؟ هلي فلي من هون احسن ما خلص عليك. هلا انا اللي بدي اخلص عليك. اسكتي وليه؟ رجالي ابني انت.
بسام؟ داليا بدي احكي معك. بعد عني، ما بدي احكي معك. داليا اسمعيني شوي. سكران؟ سكران وجاي تحكي؟ شو ناوي تبهدلني؟ يا داليا بس اسمعيني، اسمعيني شو بدي اقلك. قلت لك ما بدي احكي معك. داليا انتبه من غادة ومن دارين. شو قصدك بسام؟ بعد ما مات بيك كتب كل شيء باسمك، طار عقلهم ما قدروا يستوعبوا الموضوع. انا كنت مصاحبها لغادة، كنت علاقتي فيها مثل اي رجال بمرته. طلبوا مني انه تقرب منك وتحبيني وخليك تأمني لي. انت سكران؟ انت مش عارف شو عم تقول. بعدين نتجوز انا وياك واحصل منك على توكيل عام، ومن بعد طلقك نتقاسم الورد كلنا سوا. انا وافقت، وافقت وصرت اتقرب منك داليا، بس اللي ما كنت عامل حسابه اني احبك. حبيتك داليا، حبيتك وما قدرت أذيك، لهيك انسحبت. سحبت ما قدرت اجي على العرس. سامحيني داليا. انت انسان مريض مثلك، مثل غادة، مثل دارين. صدقيني داليا، صدقيني هيدي هي الحقيقة. انا بحبك. مين قتل بيي بسام؟ ما بعرف. كذاب. انتو خططتوا لكل شيء، انتو اللي قتلتوه. كل شيء كان لعبة من الأول وكلكم مشتركين فيها. أنا ما قتلت حدا داليا، أنا ما قتلت حدا. أنا رح أتشكى عليكم كلكم ورح تدفعوا الثمن غالي كتير. داليا داليا؟ شو صاير معك؟ كلام لؤي طلع كله مزبوط. أي كلام؟ كان في علاقة بين غادة وبسام. شو عم تقولي؟ مثل ما سمعت. وأنت كيف عرفتي؟ إجا بسام لعندي عالجامعة وقال لي بالحرف الواحد إنه لما مات البابا وما طلع لهم شي، اتفقوا علي ليمثل علي بسام إنه بيحبني، وبعدين يتجوزني ويرجع يطلقني بعد ما يحط إيده على كل شي. أنا قادرة صدق ولا كلمة. لا صدق. شو هالناس الوسخة؟ اشكري الله أنه خلصك منه. معها حق داليا. اشكري ربك مليون مرة أنه ما أجا على العرس وأنك ما صرتي مرته. وهلا شو ناوية تعملي؟ رح أعمل شيء لا غادة ولا دارين رح يتوقعوا، رح أصدمهم. بدك تشحطيهم؟ أول شيء بدي أروح عند المحقق، لازم أحكي معه. بشو عم تفكري داليا؟ يمكن يكونوا هن ورا مقتل البابا. ما فيك تتهميهم إذا ما في بإيدك دليل. شو بدك أكتر من هيك دليل فادي؟ فادي معه حق. إذا كانوا عم يجربوا ياخدوا منك مصاري من بعد ما مات بيك، مش يعني جربوا يقتلوه. كل بساطة فيهم يقولوا إنهم ظلموا، بحق لهم بالثروة مثلك مثلهم. اشتقت لك بابا. بعرف إنك عم تسمعني هلا، ويمكن تكون زعلان مني. اللي شو لازم أعمل؟ أنا ضايعة. أنت بتعرف أنا شو عملت. بعرف حالي أنا كتير غلطانة، خبصت، بس يا ريت بتساعدني. بابا شو رأيك كيف لازم لاقي حل لمشكلتي؟ Thank you.
اسمع مني يا ابني، لازم تغير هالجو اللي عايش فيه. قوم قوم اطلع برات هالشاليه، شوف وش ربك. ما بحب شوفك مقهور هالقد. بابا برأيك مين سبب الزعل والقهر اللي انا فيه؟ قول بابا. يا بسام، انت ودارين اللي بليتوني هالبلوي، انتم مخططاتكم السوداء لعبتولي بعقلي وخليتوني العب دور العاشق المجنون بداليا. وانت ليش تحب عن جد؟ فيك تقلي شو اللي ضربك على راسك تحبيت عن جد؟ لانه داليا بتنحب بابا، ما فيه محبه. انت حلوه وحساسه وذكيه، ما قدرت غش اكثر من هيك، ما قدرت اضحك عليها. حب كان اقوى مني، كان اقوى من مخططاتكم وطمعكم بالمصاري. داليا البنت الوحيدة اللي كنت بتمنى انها تكون مرتي وام ولادي، وانتو حرمتوني منها. بكرهكم بكرهكم. ما انت كمان الحق عليك، ليش صدقت اللعبة؟ مش بايدي بابا، الحب ما طلب الاذن مني، ما اخذ رأيي، ما لقيت حالي الا مغروم فيها. من الاول نبهتك وفهمتك انه ما في شيء اسمه حب. طلع انا ودارين هلا من كل عقلك انه انا بحبها، عم بقنعها انه بحبها كرمال مصاري. انا مش مثلك بابا، انا عندي قلب وداليا فاتت على قلبي. بالوقت اللي كنت عامل حالي عم حب غادة، خسرت كل شيء، خسرت داليا حبيبة قلبي. يرجع بيقلي حبيبة قلبي، خلصت بقى برسام. ما في شيء خلص، انا بحبها لداليا ورح ضلني حبها. سمعني شو عم قلك؟ رح ضلني حبها. ومنعيش الأحلام كلها ظلم بظلم، ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب، لكن للأسف أوقات الأيام تمشي عكس الحلم، ومنعيش الأحلام كلها ظلم بظلم، ونكتب قصة حب ونتمنى ننحب، لكن للأسف بموجة غضب الحب بينخطف، العمر اللي انكتب ما إجا بصدف، القلب اللي بتنقيه تحبك تعطيه فجأة بتلاقيه صار ضد طرف، فجأة بتلاقي صار ضدك طرف. لما القلب يميل لا حدا ممنوع، ودرب الألف ميل بكل خطوة موجوع، بتمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف. لما القلب يميل لا حدا ممنوع، ودرب الألف ميل كل خطوة موجوع، تمشي وما بتنهم وعارف رح تندم بس عندك هدف. بموجة غضب الحب بينخطف، العمر اللي انكتب ما إجا بصدف، القلب اللي بتنقيه
قطعتي فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف فجأة بتلاقيه صار ضدك طرف.